قلعة مجونة هنا بتعاونية أزالاج للصناعة التقليدية. الصناع التقليديون يتفننون في شتى المنحوتات المعدنية. الحسن واحد من بين 30 حرفيا تربى منذ نعومة أظافره على هذه الحرفة. أشتغل في هذه الصناعة التقليدية منذ أكثر من 10 سنوات، ونختص هنا في التعاونية على صناعة الخناجر التي تطورت كثيرا عما مضى، إضافة إلى صنع مجموعة من الحلي التقليدية الأخرى. دقات المعلم تضفي رنينا خاصا، فالأعمال اليدوية تتميز بخصوصياتها المحلية حيث تعرف إقبالا من طرف السياح. كاين داك الشيء ديال الطوارق ديال السيوف، وكاين الخناجر كبار، وجينا للتعاونيه صمرش مزيان الحركه والناس تيجيو برا. الصناعه التقليديه واحده من اهم مرتكزات الاقتصاد بمنطقه قلعه مجونه، وتوارثها من جيل لاخر مكن من الحفاظ على هذا الموروث الحرفي. قلعة مجونة غيد غتمية وزت أزلاق إصنعين نصفرن تورينسنا غوبراز نصنع تقبورته الحسن ينقر كران سيدة 20 صناعي اللي سلن توري هذا هرسوري غتمية وزت هذا وقرن مروني سقوسنا هذا أرغيد نتخدم بهرة في الخناجر دبو التاوسي وين ياضنا ما يد غبرز صنعت تبلدي تقبور درت نعطش كان من نومي دنر نتوينا أرنس فليد ممنك سيكات المعلم سيدو ضين ننسى فداغدي سفاغ يتمترت نوم زروي توريات طفاتيق ننس بهريم قرن غيدة كاين ديك الشيء ديال الطوارق لا نغيد توكت نتغاوسي وين اللي تاوين ميتن ديما اللين بهرة أغتمية والساد تروج تيزي سياني مكيحلانة صمرش مزيان سياني مكيحلانة صمرش مزيان الحركة والناس تيجيو من برا. صنع تقبورت تقايات الزغيبة رازم قرني تدمسا الاقتصاد أغتسقن قلعة مكونة اللي دي قانت إضافة بهري قوتن.